السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. روتوشات قليله تفصل عبد الرزاق حمد الله لاعب اتحاد السعودي من التوقيع لاولمبيك اسفي فريقه الام، حيث يتواجد معه ويشارك معه التدريب تحضيرا للموسم الكروي الجديد. وقالت مصادر بان الاتحاد السعودي في طريقه لاعاره عضل اللاعب عبد الرزاق حمد الله لاولمبيك اسفي، وقد تحدث المفاجاه في المباراه القادمه لاولمبيك اسفي في الدورة الأولى من منافسات البطولة الاحترافية التي سيواجهها فيها القرش المسفيوي الرجاء الرياضي، إذ قد يظهر حمد الله مع فريقه الأم. إخواني أخواتي، ما تنساوش تابعونا معنا في القناة باش يوصلكم الجديد، وتبارك الله عليكم.